محمود المهدي انفصاله عن زوجته الفنانة من عرفة في ستوري نشره عبر حسابه الشخصي على انستغرام. وكتب محمود: تم الانفصال، كل حاجة اسمه ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها. علق محمود المهدي على انفصاله من منى عرفة قائلا: أنا كراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا، وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأكيد مش هقف ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل لأعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع. وكتبت منى عرفة عبر خاصية ستوري على انستغرام: كل شيء اسمه ونصيب، تم الانفصال وربنا يوفق الجميع. رفضت والدة منى عرفة الكشف عن مصير علاقة ابنتها بمحمود المهدي. لغى محمود المهدي متابعة منى عرفة عبر موقع انستغرام رغم احتفاظه بجميع المقاطع المصورة التي تجمعه بها طوال الفترة الماضية، واحتفظت هي الأخرى بصورهما عبر حسابها الشخصي فضلا عن استمرارها متابعته حتى الآن.